دخلنا باش زينا لينا اكبر عدد كانت زينا احتفلنا معاهم بالمرأة كانت 178 مرأة زينا زين. قررنا أننا نروحوا احتفلوا معهم بعيد المرأة لأن المرأة حقها تعود العدد الكبير ديال المتبرعات. اليوم هي في الحقيقة واحد حملة خاصة لأنها أولا كتصادف مع الانطلاق الذكرى الأولى ديال الانطلاق هذه الحملة الوطنية اللي عطاها صاحب الجلالة في 8 مارس العام اللي فات. وهي في نفس الوقت عيد المرأة، إحياء لعيد المرأة، اليوم العالمي للمرأة. وفي زيه بالضبط علاش؟ لأن كان أكبر عدد ديال النساء في 30 حملة اللي نظمناها في الجامعات كان في زيه، لذا قررنا أننا نجيو نحتفلوا مع هاد النساء اللي شجعونا بزاف وكانوا متبرعات رائعات. شكرا. واه وليدي راهي نتبرع في سبيل الله في وجه الله. واه ما مريضه ما والو وليدي. تتبرع بالدم. واه تبرع في وجه الله. واه وليدي. واه ما مريضه حتى بشي حاجه. الحمد لله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتواجد بمركز طلبة الدم حيث تنظم جمعية طلبة الدم بشراكة مع مؤسسة الطلبة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة حملة من أجل طلبة الدم فائدة في مسألة بلدية الزيو. ونحن نثمن كثيرا هذه العمليات الإنسانية التي لا شك سيكون لها أثر إيجابي على جميع سكان الإقليم المنظور وعلى توفير مخزون كافي من مادة الدم الحيوية التي يجب احتياجها من أجل إجراء مختلف العلاجات لتهدئة السكينة اللاذقة. لا.